وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هنو، والنهارده ان شاء الله هنعمل وصفتين مع بعض. اول واحده فيهم هتكون كيك الدولسي ديليتشي، وتاني حاجه هتكون مافن التوت. بالنسبه للكيك الدولسي ديليتشي عندنا 230 جرام زبده، 400 جرام سكر بني، 2 معلقه صغيره فانيليا، 5 بيضات، 350 جرام دقيق، 2 معلقه صغيره بيكنج باودر، 1 معلقه صغيره ملح، 200 مليلتر حليب، و 400 جرام دولسي ديليتشي. بالنسبه للتوبنج اللي هنستعمله هيكون 500 مللتر كريمه، 1 معلقه صغيره فانيليا، و 400 جرام دولسي ديليتشي. طبعا احنا عارفين الدولسي ديليتشي احنا بنعمله بنحط الحليب المكثف المحلى في ميه، الميه ما تبقاش بتغلي جامد على النار، ودايما نتاكد ان الميه مغطيه الكان بتاعه الحليب المكثف المحلى. بنسيبها من 3 إلى 4 ساعات بتدينا الدولسي ديليتشي اللي بيبقى باللون ده والكثافه دي. دلوقتي هنحط الزبده معاها السكر البني، وهنبقى نخلطهم مع بعض. هنضيف لهم البيض واحدة واحدة، حطيت عليه الفانيليا، وهنا هحط مع الدقيق الملح والبيكنج باودر. دلوقتي هضيف الدقيق، البيكنج باودر، الملح، اللبن، والدولسي ديليتشي. هنخلطهم مع بعض. كده خليط الكيك جاهز. هنقلب نتأكد كل حاجة اختلطت مع بعض كويس، وبعدين هنحطها في الصينية اللي هنخبزها فيها، وهندخلها فرن بدرجة حرارة 160، وهتقعد في الفرن حوالي 40 دقيقة. دلوقتي نبتدي نعمل التوبينج. هجيب الكريمة وأبتدي أضربها في العجان، أحط معاها الفانيليا، لما الكريمة تبتدي شوية تتماسك ابتدي احط الدولسي ديليتشي معاها واحدة واحدة. انزل الدولسي ديليتشي اللي على الجناب وارجع اضربهم تاني مع بعض لحد ما الكريمة تتقل. اوكي، ولما الكريمة تتخفق هنحط
هنحط معاها الدولسي دلاتشي ونقلبهم مع بعض. ممكن نساعد بويسك بس على خفيف خالص لان مش عايزين نضرب الكريمة زيادة. وده بيكون شكل الكيك. وهنجيب الكريمة مع الدولسي دلاتشي نحطها عليها. وهنجيب باتر سكوتش لان برضو هو طعمه وطعم الكراميل كده زي الدولسي دلاتشي وهنحط على الكيك. وهنحط كمان حوالين الكيك. وبكده نكون خلصنا أول وصفة في حلقة النهاردة، كيك الدولسي دلاتشي. رب تكون عجبتكم. نطلع فاصل وبعد كده نكمل حلقة النهاردة مع بعض. اهلا بيكم. نعمل تاني وصفه في حلقه النهارده اللي هي مافن التوت. مقادير المافن: 150 جرام توت بري، 250 جرام دقيق، 110 جرام زبده، 200 جرام سكر بني، 1 بيض، 1 معلقه صغيره بيكنج باودر، 1 معلقه صغيره بيكنج سودا، نص معلقه صغيره ملح، و 240 ملل لبن رايب. هنحط الزبده والسكر البني في العجان. وبعد كده هنحط معاهم البيضة. هنحط بيكنج سودا، بيكنج باودر، ملح مع الدقيق. نبتدي نضرب السكر البني والزبدة. دلوقتي احط الدقيق، الملح، بيكنج باودر وبيكنج سودا، واحط معاهم اللبن الرايب. خليط المافن جاهز، فاضل نحط معاه التوت. هنحط التوت، ممكن يبقى توت فريش او توت مجمد. وهنقلب التوت مع عجينة المافن. هنجيب معلقة الايس كريم ونحط في صينية الكب كيك. لو عندنا طبعا صينية أكبر بتاعت المافن ممكن نستعملها. ودلوقتي هندخلها فرن بدرجة حرارة 160 وهتقعد في الفرن من 20 إلى 25 دقيقة. وده بيكون شكل مافن التوت وزيناه بتوت فريش. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. عملنا مع بعض كيك الدولسي دلاتشي وعملنا مافن التوت. يا رب الوصفات تكون عجبتكم، وأشوفكم في الحلقة الجاية على خير الله إن شاء الله.